الاساس المستعمل ده يعني مش من زمان قوي، يعني ان بلد الناس انها بتقدر تتغير، ان كل ما بتطلع حاجه حديثه كل ما بتقدر تتغير، فبالتالي ان الحاجه الحديثه اللي هي المستعمل ما بيطلعش الا لما بيطلع حاجه اجدد من الاولانيه. في مستعمل على حاجات كتير، يعني بالنسبه للطوبه هنا في ناس كتير قوي بتجي تشتغل في المصانع، فمثلا لما تيجي تشتري حاجه مثلا جديده مثلا بمبلغ هائل، لا بتشتري حاجه مثلا مستعمل بنص المبلغ، فبالتالي انها بتقدر تشتغل، بتقدر تقف في نقاط مثلا المده بتاعتها، وبعد كده بتجد حتى لو هتسيبها مش هتغرم كتير مثلا زي الحاجه الجديده. في حاجات مستعمله قديمه زي احسن من الجديد، بحيث ان الخشب بتاعها مش زي الاول، يعني مش زي دلوقتي. الخشب بتاع زمان اللي هو الزان الاحمر والزان ده دلوقتي مش موجود. دلوقتي في حاجه اسمها موسكي، حاجه خشب ابيض، ده كل اللي هو بيتعمل منه الدواليب، بيتعمل منه الانتريهات، فبالتالي بتلاقي القديم احسن من الجديد. ده بالنسبه للي عارف يعني الحاجه الايه كده. بالنسبه للي عايز مثلا بيشتري اي حاجه، في خشب برضك اللي هو القديم برضك بيبقى تعبان، فبيشتري برضك على قد ايه؟ على قد الظروف. بالنسبه للاوضه النوم مثلا بتجي اذا كان فيها نجاره بتتعمل نجاره، اذا كان فيها مثلا دهانات بتتعمل دهانات، وبالتالي ان الاوضه طلعها حتى اللي جاي ياخدها يقدر يستعملها. انما لو اخدها زي ما طلعها ممكن اللي ياخدها بعد كده ما يقدرش يستعملها، ما يعرفش الاستعمال بتاعها ايه. دلوقتي الامكانيات بتاع الناس مش زي الاول، يعني دلوقتي الامكانيات اللي احنا شايفينها يعني مفيش شغل زي الاول، مفيش استعمال زي الاول. فاللي هيجي يشتري مثلا بدل ما يشتري حاجه مثلا بجنيه، لا يشتريها بنص جنيه، في نفس الوقت هي نفس الحاجه. يعني الحاجه اللي كنا بنجيبها بجنيه دلوقتي ب 2 جنيه ونص و3 جنيه. فبالتالي احنا دلوقتي لما بنتكلم مع الزبون بنقول له على حاجه مثلا 1000 جنيه بنضطر نقول له 2000 جنيه. فهو غصب عننا مش بضمن. احنا دلوقتي ممكن مثلا نقول له انت هات انت الطلبات، بحيث ان الطلبات ان انا ممكن اجيبها بحرش، بعد ساعه بالظبط التاجر بيقول لي بقرش زياده. يعني الكيس اللي انا كنت بجيبه في كيس فايبر مثلا كنت بجيبه ب 15 جنيه. ومثلا انا ببيعه للزبون ب 15 جنيه بجيبه انا ب 13 جنيه بكسب فيه 2 جنيه. النهارده عشان اجيبه ليا انا بجيبه ب 30 جنيه. طب انا ببيع للزبون بكام؟ حاجه بسعر ما بقتش نخيله زي الاول. فهو ده اللي بيأثر على الشغل الاساسي بتاعنا هنا، ان انا لو متوفر معايا خامات هقدر اطلع المنتج بتاعي احسن من الاول، هقدر اطلع بسعر اقل، هيقدر اللي يجي يشتري مني هيشتري احسن، مش هيفكر في القديم، لا يفكر في حاجه بس. لان الاحدث هيبقى بسعر قليل عن الاول.